مشاهدينا الكرام وسعدتم مساء، اهلا بكم الى موعد الرابعه الاخباري. بداية، تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم رسالة من رئيس جمهورية إيطاليا السيد سيرجيو ماتاريلا، هنأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة الذكرى 69 للثورة الجزائرية، متمنيا للشعب الجزائري المزيد من الاستقرار والتقدم. كما تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم رسالة من رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد شي جين بينغ، هنأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة حلول الذكرى 69 للثورة الجزائرية، متمنيا للشعب الجزائري المزيد من الاستقرار والتقدم. رئيس الجمهورية تلقى أيضا رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، هنأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة حلول الذكرى 69 للثورة الجزائرية، متمنيا للشعب الجزائري المزيد من الاستقرار والتقدم. كما تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم رسالة من رئيس جمهورية روسيا الاتحادية السيد فلاديمير بوتين، هنأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة حلول الذكرى 69 للثورة الجزائرية، متمنيا للشعب الجزائري المزيد من الاستقرار والتقدم. كما تلقى رئيس الجمهورية اليوم رسالة من رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، هنأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة الذكرى 69 للثورة الجزائرية، متمنيا للشعب الجزائري المزيد من الاستقرار والتقدم. رئيس الجمهورية تلقى اليوم أيضا رسالة من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد فرانك فالتر شتاينماير، هنأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة حلول الذكرى 69 للثورة الجزائرية. كما عبر الرئيس الألماني عن عزمه على مواصلة تعميق العلاقات الوثيقة بين البلدين في مجالات محورية أخرى، الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والهجرة، مبرزا دور الجزائرية الهام الساعي إلى إرساء السلام والاستقرار في المنطقة وفي العالم أجمع، لا سيما مع انتخابها لعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في الذكرى الخالدة لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، ترأس السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني مساء أمس بالنادي الوطني للجيش بابن مسوس، ترأس احتفائية رمزية على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وبحضور عدد من المسؤولين السامين في الدولة، حيث كان في استقبال السيد رئيس الجمهورية بمدخل النادي الوطني للجيش السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. وقد حضر هذه الاحتفائية الرمزية التي تندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي الرامية إلى تثمين مختلف محطاتنا التاريخية المجيدة وتخليدا لأرواح شهدائنا الأبرار، حضره كل من السادة رئيس مجلس الأمة، الوزير الأول وأعضاء الحكومة، وكذا الفريق أول بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، قائد الدرك الوطني، قائد الناحية العسكرية الأولى، رؤساء الدوائر والمديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، فضلا عن إطارات سامية في الدولة وشخصيات وطنية ومجاهدين. في البداية استمع الحضور إلى النشيد الوطني من تأدية الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري، ليتابع بعدها فيلما وثائقيا بعنوان نوفمبر عقيدتنا من إنتاج مديرية الإعلام والاتصال
لأركان الجيش الوطني الشعبي قبل أن يزوروا معرضاً للصور نظم بالمناسبة يسرد مختلف المراحل التي قطعتها الثورة التحريرية المجيدة منذ اندلاعها إلى غاية الاستقلال. وبقصر الشعب تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التهاني بمناسبة الذكرى 69 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة من قبل عدد من المجاهدين والمجاهدات، حيث توقف السيد الرئيس عند المجاهدة زهور نيسي وتبادل معها أطراف الحديث حول مسارها الكفاحي والنضالي. كما تلقى السيد الرئيس التهنئة في هذا اليوم الأغر أيضاً من قبل المجاهدة والمناضلة جميلة بوباشا، وتبادل معها الحديث حول ملاحم الثورة ومسارها النضالي. السيد الرئيس تلقى التهنئة أيضاً من قبل المجاهد الوزير الأسبق دحو ولد قابلية ومن لاعب فريق جبهة التحرير الوطني المجاهد محمد معوش. هذا الفريق الذي مثل الكرة الجزائرية إبان الثورة التحريرية وأسمع صوت القضية الجزائرية ونقلها إلى الخارج. السيد الرئيس توقف أيضا عند نجلي المجاهد البطل مصطفى بن بولعيد وثلة من المجاهدين. السيد الرئيس مرفوقا بالفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تبادل الحديث وتلقى التهنئة من قبل إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي. رئيس الجمهورية توقف كذلك عند شخصيات سياسية ليتلقى التهاني بداية من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عمر تقجود، كما تبادل تهاني في هذا اليوم الأغر مع الأمينة العامة لحزب العمال لويزا حنون، ثم مع رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، ومع رئيس حركة النهضة محمد دويبي، ثم مع رئيس حزب صوت الشعب لمين عثماني، ورئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، ورئيس حزب الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام. رئيس الجمهورية تلقى التهاني بمناسبة الذكرى 69 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة من قبل أصدقاء الجزائر من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، بداية بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، ثم سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وسفراء كل من النمسا، ألمانيا، فرنسا، إيران، وممثل الأمم المتحدة في الجزائر. رئيس الجمهورية تلقى التهاني أيضا من قبل سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وسفير المملكة العربية السعودية. وحول الأوضاع في فلسطين المكلومة تبادل السيد الرئيس الحديث مع سفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة. رئيس الجمهورية تلقى التهاني أيضا من القائم بالأعمال بسفارة جمهورية تنزانيا الاتحادية وسفراء كل من كوبا، كينيا، بوركينا فاسو، الفاتيكان، مالي، النيجر، والقائم بالأعمال بسفارة إيطاليا، القائم بالأعمال بسفارة جمهورية الصين الشعبية،
القائم بالأعمال بسفارة جنوب إفريقيا. السيد رئيس الجمهورية تلقى التهاني بمناسبة الذكرى 69 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة من قبل نائب سفير دولة قطر ومن سفير روسيا بالجزائر. كما تلقى السيد رئيس الجمهورية تهاني بمناسبة ذكرى أول نوفمبر من قبل وجوه رياضية كالعداء بطل العالم توفيق مخلوفي، ومع رياضيين صنعوا فخر وأمجاد الرياضة الجزائرية في مختلف التخصصات يتقدمهم نور الدين مرسلي والعداء حسيبة بولمرقة. رئيس الجمهورية تبادل الحديث مع عدد من الإعلاميين والصحفيين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية، السمعية البصرية والمكتوبة والصحافة الإلكترونية. كما توقف رئيس الجمهورية عند بعض الوجوه الفنية من ممثلين فكاهيين الذين لطالما أدخلوا الفرحة إلى بيوت العائلات الجزائرية من خلال أعمال فكاهية وبرامج تلفزيونية كالفنان الفكاهي مصطفى هيمون. رئيس الجمهورية بادل التهنئة والتحية أيضا مع بعض قامات الأغنية البدوية الشاوية كعبد الحميد بوزاهر وفنانين من مختلف طبوع الفن والأغنية الجزائرية على غرار عبد القادر شعو، سليم فرجاني، تكفريناس. رئيس الجمهورية بادل أطراف الحديث مع عدد من الكتاب والأدباء على غرار الأمين الزاوي وربيع جلطي وعدد من الوجوه الفنية والإعلامية. وهذه الآن انطباعات عدد من المجاهدين بهذه المناسبة التاريخية الخالدة. أقول للأجيال أجيال الاستقلال وأبناء الاستقلال، حافظوا على وطنكم فلا تهجروه، إن تهجروه فمن في الخطب يحميه، يا ما أحيل السكن في أرض أجدادي. من هذا المكان أقول للسيد رئيس الجمهورية، واصف بمهامك وكذلك في المشوار، ويرعاك الله ويحفظك، وقضية فلسطين ظالما أو مظلوما معها. ربي يهني بلادنا ويهني الرئيس تاعنا ويهني جيشنا ويأمن بلادنا ويستر أولادنا. وتحيا الجزائر وتحيا الدولة تاعنا فلسطين. إن شاء الله إن شاء الله تستقل كما استقلت الجزائر. هكذا كان عمل دوغول، كان يقصف بكل قوة باش يحطمنا ويمض الشعب الجزائري، ولكن الحمد لله تغلب الجيش عليه تاعنا، كما إن شاء الله فلسطين تغلب على الصهاينة والحلفاء ديالها. نطلب من الشباب تاعنا اليوم يكون واعي كما كنا واعيين احنا بالأمس، كما حررنا البلاد كنا ناتوا الشهداء وراحوا وسقوا بدمائهم هذه الأرض الطيبة. وهذا النهار هذا بالنسبة للجزائريين راه حاجة كبيرة وحاجة عظيمة، وانتم اللي تديروه واللي تقوموا به قوموا تهلاو في الأمانة ووصلوها للأجيال الجاية. الاحتفال يا نجدد فيها العهد، نجد فيها يعني عهد الشهداء والمجاهدين والشعب الذي ناضل وناضل ويناضل ويبقى في جهاده إلى أن يوم الدين إن شاء الله دفاعا عن الوطن. فلسطينيين إن شاء الله نقول لهم لا توقفوا المقاومة، لأن احنا من 1830 ل 62 واحنا نقاوموا حتى نجيب ربي استقلال. وفي ذكرى أول نوفمبر استشعار لثقل المسؤولية وقداسة أمانة الشهداء لمواصلة عهد النماء والبناء
بإنجازات ومكاسب في الميدان تعزز مستويات التنمية والنمو في الجزائر الجديدة. في هذا الإطار أشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون مرفوقا بالفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مراسم تدشين مستشفى الأم والطفل للجيش بابن مسوس بالناحية العسكرية الأولى. هذا الصرح الطبي المتخصص يعد لبنة أخرى تضاف إلى سلسلة المنشآت العسكرية التي يتدعم بها الجيش الوطني الشعبي في مجال التكفل الطبي الاجتماعي بمستخدمي الجيش الوطني الشعبي وذويهم. سونيا قاسي. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أشرف على تدشين رسمي لهذا الصرح الطبي المتخصص مستشفى الأم والطفل للجيش. كما تابع عرضا مفصلا حول مكونات هذا المستشفى قدمه اللواء المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية. السيد الرئيس تابع أيضا عرضا آخر تطرق إلى النظام المعلوماتي الاستشفائي ليتابع بعدها السيد الرئيس فيلما حول هذه المؤسسة الاستشفائية والمصالح التي تتضمنها على غرار مصلحة طب الأم والطفل ومصلحة أمراض الدم والسرطان للأطفال ومصلحة علم الأوبئة والطب الوقائي وكذا مصلحة جراحة الأطفال بالإضافة إلى نادي الخدمات الطبية الاجتماعية. مصلحة إنعاش الموالد الجدد تنقسم إلى وحدات تتوفر على تجهيزات من أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة. السيد الرئيس عاين بعد ذلك ميدانيا مختلف مرافق وهياكل هذه المؤسسة الاستشفائية المتخصصة والتي تمثل نموذجا عصريا مطابقا للمعايير الدولية المعمول بها في إنجاز مثل هذه المشاريع. في الختام ثمن السيد رئيس الجمهورية هذا الصرح الطبي المتخصص الذي يعد بمثابة إضافة نوعية جاءت لتعزز المنظومة الصحية الوطنية. رئيس الجمهورية وهو يتلقى شروحات حول مصالح ومرافق مستشفى الأم والطفل للجيش أشاد بهذا الصرح الطبي الذي يعد بمثابة إضافة نوعية جاءت لتعزز المنظومة الصحية الوطنية. شاكر هذه المبادرة أولا تاع إنشاء مستشفى مثل هذا اللي يكمل المنظومة الاستشفائية تاعنا عسكرية ومدنية من جهة ومن جهة أخرى يعني يكون لبنة من مختلف اللبنات لتقدم والرقي تاع الدولة الجزائرية. أتمنى كذلك باش ربما الجهات الأخرى بالوطن تستفيد بنفس العملية. إذن نشوف نفس الدراسات نديروا واحد في قسنطينة واحد في وهران وكذلك في أقصى في الجنوب باش تكون التقدم والنمو تاع البلاد يمشي بتوازن يعني الجنوب الشرقي والجنوب الغربي وهكا نكونوا وفينا العهد اللي عطيناه كل كبارنا في القاعة وحتى لهم خارج القاعة العهد اللي عطيناه الشهداء نتاعنا طيب الله ثراهم. رئيس الجمهورية أكد أن التطور الذي تشهده الجزائر المستقلة اليوم أصبح واقعا ملموسا يجني المواطن ثماره في كل مناحي الحياة. ومثل ما قلت في كثير من المناسبات يعني كاين ناس اللي ربما ما يقدروش المجهود تاع الجزائر المستقلة داك شغلهم لأن الأحداث تكذبهم والواقع يكذبهم
ولكن لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في سياق تضامن الجزائر مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يكابد منذ قرابة الشهر ويلات العدوان الصهيوني الهمجي، دخلت اليوم أولى المساعدات الإنسانية الاستعجالية التي أقرها رئيس الجمهورية إلى قطاع غزة، حيث وصلت المساعدات إلى مخازن الهلال الأحمر الفلسطيني ليتم توزيعها على مستشفيات القطاع. هذا وأعرب الهلال الأحمر الفلسطيني عن شكره للجزائر على هذه المساعدات التي من شأنها المساهمة في تعزيز صمود المنظومة الصحية الفلسطينية. مراسلنا من فلسطين وسام أبو زيد. بعد أيام طويلة من انتظار المساعدات الجزائرية على الحدود، تمكنت اليوم فرق الهلال الأحمر الفلسطيني من استقبال المساعدات الجزائرية، وهي الآن في أحد مخازنها بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. سيتم توزيعها على عدد من المستشفيات الفلسطينية، هذه المساعدات وفقا لما سمعناه من الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها هامة جدا، يعني تحتوي على عدد من المحاليل الطبية والمستلزمات الأساسية لقسم الاستقبال والطوارئ لمداواة الجرحى الفلسطينيين الذين يأتون تباعا إلى أقسام الاستقبال. ونؤكد أيضا بأن الهلال الأحمر الفلسطيني أكد خلال الفترة الماضية على مدى أهمية هذه المساعدات ودخولها إلى قطاع غزة من الشعب الجزائري، شعب المليون ونصف المليون شهيد. تضامن أهل الجزائر مع فلسطين، ونعرف أيضا مقولة نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. أنا أعتذر خلاص، لأنني للأسف الوضع الإنساني منهار، الضحايا جلهم أطفال، نتحدث عن أكثر من 70% من النساء والأطفال، استهدافات مباشرة للمنازل دون سابق انذار، لا أحد يحرك ساكنا حتى هذه اللحظة، نحن نقتل نباد، هذه إبادة جماعية. والفلسطينيون أكدوا مدى حبهم للجزائر التي كانت من الأوائل الذين أرسلوا الطائرات إلى مطار العريش لدخول هذه المساعدات منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي قوافل لسه جوا، وإن شاء الله نشكر الشعب الجزائري وعلى رأسهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على المساعدات للفلسطينيين، وإحنا والجزائر واحد وشعب فلسطين وجزائر، وتحيا الجزائر. طبعا إحنا رغم المعاناة اللي بنمر فيها بنوجه تحية كبيرة للشعب الجزائري. شعب الجزائر 1.5 مليون شهيد، أكثر من أكثر الشعوب اللي حاسب الشعب الفلسطيني. فهذه المساعدات الطبية الجزائرية العاجلة والتي وصلت إلى غزة ستزيد حتما من تعزيز صمود المنظومة الصحية التي تنهار بفعل الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. وفي تطورات الوضع المأساوي بقطاع غزة، يواصل المحتل الصهيوني ارتكاب مجازر مروعة وبالجملة في جباليا للمرة الثالثة على التوالي، في تل الهوى، في خان يونس، وفي مخيم الشاطئ، وهذا أمام الخسائر الفادحة التي تكبدها جيشه خلال محاولات توغله داخل القطاع. هذا وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني الهمجي على غزة إلى 9,061 شهيدا وأزيد من 32,000 جريح، غالبيتهم أطفال ونساء، وسط وضع إنساني كارثي. مراسلنا من غزة وسام أبو زيد يرصد لنا مخلفات القصف الهمجي الذي دمر بالكامل مربعا سكنيا غرب خان يونس. نحن الآن نتواجد غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع في أحد المربعات السكنية التي تضم عشرات المباني، ودمرت على من فيها من سكان ومواطنين ونساء وشيوخ. هذا المكان الذي نقف على أطلاله، من تحتنا هناك شهداء، وما زال الأهالي يبحثون عن رفاتهم. واضح في الصورة، فتم إخراج 6 جثامين شهداء في رائحة قوية، وما زالت بالأمس 3 شهداء، وأول أمس كذلك 3 شهداء.
ما زال قالوا طفل أو طفلين ما زال، لكن لا يعرفون أين. رغم المخاطرة ورغم هذه الأسقفة التي نحن نتواجد تحتها الآن وتلفنا الكثير من العقبات حتى للوصول إلى هنا، ولكن الجميع يبحث عن جثامين أطفال تحت هذا الركام. أيضا هناك شهادات كثيرة. والله هذا يعني وفاء لدماء الشهداء وللجيران، احنا بنبحث وفاء لهم، وسبحان الله العظيم يعني تمكننا خلال البحث من وجود جثامين يعني والحمد لله رب العالمين. احكي لنا مين ضايل هنا من تعرفهم من جيرانك، يعني مين ضل هنا تحت الركام؟ محمد ضايل، محمد نادر، محمد نصر الحاج دار الحاج، واسعد ابو شماله وغيرهم العديد. انا استشهدت امي واخواتي، اخواتي التنتين واخواني الاثنين، وضايل بنت عمي في طلعناهن عايشات الحين في المستشفى ناصر في قسم القلب. استشهدوا عمي ونسوان عمامي وست وعمات التنتين كلهم هنا استشهدوا. فقدت ابوي وامي واخوتي وخواتي وابني واولاد اخوتي وخواتي، اختي كانت جايه من الامارات لسه قبل الحرب اسبوع، ايش بدنا نسوي؟ كلهم كانوا في دارين هنا، كانت دار هي دار هنا ودار هنا، بيتين ثمان طوابق، اربع طوابق واربع طوابق. نحن الان في مدينه رفح جنوب القطاع، ويحاول الفلسطينيون البحث عن يعني عن اهلهم وذويهم عبر الفحر باليد وبعض وسائل بسيطه، وما زال هناك عدد من الشهداء تحت الانقاض. اللي دفناهم اربعه احنا تو جينا، اجيت من المقبره ودفنا اربعه. أربعة، مندور على أربعة كمان، أخوي وولاد أخواته، أخوي وولاده الثلاثة ضايلين، أخوي وولاده الثلاثة. وفي قطاع غزة لا يوجد الكثير مثل آلة الحفر هذه التي تتنقل من مكان إلى مكان ومن غارة إلى غارة ومن بيت إلى بيت حتى تحاول مساعدة الفلسطينيين لانتشال جثامين الشهداء. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. الجزائر القوية سيدة تحيي أمجاد تاريخها، وهي ماضية بثبات نحو خدمة المواطن وصون كرامته في جميع مناحي الحياة وضمانا للتكفل الصحي الأمثل بالمرضى. قرر السيد رئيس الجمهورية تخصيص 70 مليار دينار جزائري للصندوق الوطني لمكافحة داء السرطان، وهذا في رسالة إلى المشاركين في المؤتمر العربي 22 لطب الأورام المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة. قرأها مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والشؤون الدينية والزوايا محمد الصغير سعداوي، ضمن عملية دعم المبادرة الوطنية لمكافحة هذا الداء بكل الموارد المالية اللازمة. رئيس الجمهورية أبرز ضرورة القضاء على أوجه العجز في توزيع مراكز مكافحة السرطان عبر الوطن، مؤكدا تكريس متابعة ومكافحة الداء كأولوية قصوى، موضحا أن الجزائر تسجل 50,000 حالة إصابة. تقرر كذلك دعم هذه المبادرة بكل الموارد المالية اللازمة، حيث سيتم تخصيص وفورا 70 مليار دينار من الصندوق الوطني لمكافحة السرطان، مع الحرص على تدعيم موارده المالية سنويا وبداية من سنة 2024 بمبلغ 30 مليار دينار زيادة على المخصصات الأخرى بعنوان ميزانية الدولة. سيتيح هذا المخطط والموارد المالية المرصودة مباشرة برامج أساسية، وفي أقرب الأجال تستهدف الفئات الأكثر تضرراً من هذا الداء انطلاقاً من تسطير مخطط واسع متعدد السنوات، يسمح في البداية باستفادة ما يزيد عن 2.2 مليون امرأة ما بين 40 و 45 سنة من الكشف عن سرطان الثدي، على أن تليها خلال السنوات القادمة باقي الفئات العمرية.
رئيس الجمهورية أكد في رسالته أن تكريس إشكالية محاربة مرض السرطان كأولوية في إطار مبادرة وطنية يتم متابعة تجسيدها على مستوى رئاسة الجمهورية. عملا بتوصيات المنظمة الدولية للصحة، فقد تقرر تكريس إشكالية مكافحة مرض السرطان والوقاية منه كأولوية وطنية يتم التكفل بها في إطار مبادرة وطنية توضع لدى السيد رئيس الجمهورية، ويتم متابعة تجسيدها وتقييم نتائجها على مستوى رئاسة الجمهورية. تقوم هذه المبادرة على جملة من الأهداف والبرامج التي نعتزم تحقيقها في مجال الوقاية: التشخيص المبكر لهذا المرض ومكافحة عوامل الخطر، وتشجيع وتطوير البحث العلمي في هذا المجال، وتوجيه الاستثمارات الكهرونووية للاستعمال الطبي، وترقية الإنتاج الوطني لأدوية السرطان، وإشراك وتكوين جميع المتدخلين في مجال الوقاية ومكافحة السرطان، والقضاء على أوجه العجز في توزيع مراكز مكافحة السرطان عبر الوطن. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 25 أكتوبر إلى 4 نوفمبر الجاري العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. في إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني في إطار محاربة الجريمة المنظمة، ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا. أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 69 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 7 قناطير و49 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 16 كيلوغراما و814 غراما من مادة الكوكايين و158 ألفا و117 ألف قرص مهلوس، وبكل من طمنرست وبرج باجي مختار وتندوف وجانيت. أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 64 شخصا، وضبطت 39 مركبة و149 مولدا كهربائيا و109 مطارق ضغط و60 قنطارا من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 35 شخصا آخر وضبط 33 بندقية صيد و41,229 لترا من الوقود و111 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، و84 قنطارا من مادة التبغ، و7126 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطنية. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، وأنقذوا 14 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنعاء، فيما تم توقيف 190 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم رابطات والنوادي الكروية عن الاستئناف التدريجي لكل النشاطات والمنافسات الكروية ابتداء من يوم الجمعة 10 من الشهر الجاري، على أن تجرى المقابلات دون جمهور وفق الرزنامة المعتمدة للموسم 2023-2024 إلى غاية إشعار آخر. وبهذا نكون وقد وصلنا إلى الختام، ألقاكم على رأس الساحة.